عندي عمتي، عندي أهلي، فدول لما يسمعوا إشاعة إن أنا اعتقلت أو اتقتلت، دي مش هتبقى بالنسبة لهم هينة، وهتتعبهم نفسيا وهتتعبني أنا نفسيا، لكن أنا بخير والحمد لله. وأحب أقول لحضراتكم لو عايزين خبر أكيد عندكم مواقع رسمية على السوشيال ميديا اللي انتوا بتسموها، يعني عندك موقع رئاسة الوزراء، وعندك موقع القوات المسلحة، وعندك موقع الداخلية، هم دول اللي تاخد منهم الخبر الصحيح. الناس اللي بتروج الإشاعات، يعني انت بتروج الإشاعة انا اتقتلت، انا ما اتقتلتش ولا مت، انا موجود قدامك هو حي أرزق، يعني انت بسبب كده انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل فتنة بس انت مش واخد بالك. لو انا عايز خبر حقيقي اروح ادور على مصطفى اشوفه فعلا حي ولا مش حي، بس مش اكتر ولا اقل. وفي حاجات مهمة اكتر من مصطفى نشغل دماغنا بيها، نحاول نساعد الناس، الشهداء اللي بتموت نشوف اسرهم، دول اولى. اي حد اللي بيروج الاشعاعات انت كده بتلعب بمصر، وانا لما اتكلمت عن مصر، ومحدش ينفع يلعب مع مصر لان محدش يلعب مع